ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، فما زال يوالي عليكم مواسم الخير والفضل. فما انتهت أشهر الحج إلا وأعقبها شهر الله المحرم، وهذا الشهر خصه الله بخصائص. أولاً، أنه من الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله، منها 4 حرم. وهذه 4 هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر المحرم، والرابع رجب، شهر رجب حرم الله القتال فيها من أجل تأمين الحجاج والمعتمرين في سفرهم للحج والعمرة. فلما جاء الإسلام، ولله الحمد، انتشر الأمن واندحر الكفار وقام الجهاد في سبيل الله عز وجل في كل وقت مهما أمكن ذلك، إن هذا الشهر له فضائل. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب الإكثار فيه من الصيام، وهو أيضا من الأشهر الحرم، وهو الشهر الذي اختاره الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ليكون أول السنة الهجرية، فهو شهر له فضائل. ومن أعظم فضائله أن فيه يوم عاشوراء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية، وقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله لما أغرق الله فرعون وقومه، فصامه شكرا لله عز وجل، وصامه اليهود من بعده. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا الصوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه، وأذل الله فيه فرعون وقومه، وقد صامه موسى عليه السلام فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، أو أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصار صيامه سنة مؤكدة.
لكنه صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نخالف اليهود فأمر بصوم يوم قبله وهو اليوم التاسع، وفي رواية أو صوموا يوما بعده، ولكن صيام التاسع أوكد، فيصام هذا اليوم اقتداء بأنبياء الله بموسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم في صيامه، وهو يوم أعز الله فيه المسلمين على يد موسى عليه السلام، فهو نصر للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، ونعمة من الله عز وجل يشكر عليها، وذلك بالصيام. فصيامه سنة نبوية مؤكدة، فيصومه المسلم اليوم التاسع ويصوم اليوم العاشر الذي هو يوم عاشوراء. ومضت هذه السنة في هذه الأمة والحمد لله، يتأكد صيامه طلباً للأجر والثواب وشكراً لله عز وجل. سنة الأنبياء وأتباعهم أنهم يشكرون الله على الانتصارات، وذلك بالطاعة والصيام وذكر الله عز وجل وشكره، ولا يحدثون في هذه الانتصارات بدعا ومنكرات، فإن هذا من سنة الجاهلية، ولا احتفالات، إنما يحدثون فيها الشكر لله عز وجل والصيام. فإحياء السنة أمر مطلوب من الأمة، ففي صومه أجر عظيم يكفر السنة الماضية، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه. أما من يتخذ يوم عاشوراء يوم حزن ويوم بكاء وعويل ونياحة كما تفعله الشيعة قبحهم الله، حزنا على مقتل الحسين رضي الله عنه، فإنه قتل في هذا اليوم، في يوم عاشوراء، في اليوم العاشر من شهر المحرم. ولكن المصيبة لا تقابل بالنياحة والمعاصي والمنكرات، وإنما تقابل بالطاعة والصبر والاحتساب. ومقتل الحسين رضي الله عنه لا شك أنه مصيبة، ولكن الله أمرنا عند حدوث المصائب أن نصبر ونحتسب. والمسنون في هذا اليوم هو سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه يصام ولا يحدث فيه أي عمل آخر. وكذلك على العكس من جهال المسلمين وأهل السنة، من جهال أهل السنة من يعتبر هذا اليوم يوم فرح، وبعضهم يسميه العيد، عيد العمر يقولون، هو ليس عيدا، إنما هو يوم نصر وشكر لله عز وجل، ويوسعون على أولادهم ويعطونهم الهدايا، تقابلون الهدايا فيما بينهم، هذه بدعة وأمر محدث ولا يجوز. وهذا يكون مقابلا لفعل الشيعة، الشيعة يحزنون وهؤلاء يفرحون. أيفرحون بمقتل الحسين رضي الله عنه؟ يعني يحملهم بغض الشيعة على أن يفرحوا بمقتل الحسين رضي الله عنه؟ لا، هذا لا يجوز.
فالواجب على المسلمين اتباع السنة وترك البدعة، هذا هو المطلوب. والبدع لا تقابل بما هو شر منها ببدع أخرى، إنما تقابل بتركها وإحياء السنة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأعوانه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أنها لا تقبل سنة أو نافلة حتى تؤدى الفريضة، فاحرصوا على أداء الفرائض أولا، لأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل مكملة للفرائض، أما أن تقام النوافل وتساهل في الفرائض فهذا أمر معكوس. الواجب على المسلم أن يحافظ على الفرائض أولاً وقبل كل شيء، ثم يأتي بالنوافل بعدها لتكون مكملة لها وزيادة خير للمسلم. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مستقراً. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين.